كويس، لكن اتكلم في شكل دخول الجماهير وشكل ورشة العمل، وكمان عشان ندخلكم في التفاصيل اكتر معايا الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة. دكتور مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عبد الحميد، اهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب وانت طيب ومنورنا في قناة وقناة الأهلي. الأهلي بخير، اهلا بيك. اهلا ربنا بيك. يخليك يا رب. يعني احنا عمالين بنتكلم طبعا عن الملف الأهم اعتقد هذه الأيام، وهو ملف عودة الجماهير يا دكتور مصطفى. طبعا بالتأكيد. يعني حضرتك شايف النهارده ورشة العمل جنت ثمارها، وصلت لأهداف، حطينا النقاط فوق الحروف زي ما بيقولوا، ولا شايف الموضوع من وجهة نظر حضرتك طلع ازاي؟ طيب احنا يعني النهارده طبعا انا كان ليا الحظ ان انا اعمل برزنتيشن عن تجربة الفان اي دي في روسيا وازاي استخدموها. تمام. واحنا النهارده يعني انا كنت في اللجنه المشكله اللي كانت بتتعامل مع الجانب الروسي في استخراج الفان اي دي لكل الجماهير المصريه. تمام. والحمد لله خلال الست شهور الماضيه قدرنا نوصل لفهم اكبر وهم استخدموا النظام ازاي. وكان في الاول عندنا تشكك كبير جدا في قدرتهم على استخدام الفان اي دي زائد التذكره، لان احنا ما اعتدناش في بطولات كاس العالم ان ده يتم. انما التجربه اثبتت ان هم كانوا قادرين استخدموا الفان اي دي كفيزا للدخول لروسيا، كمكان تسكن فيه لازم يكون معاك الفان اي دي. لما تيجي تتنقل سواء بين المدن او وانت رايح يوم المباراه بالمترو لازم يكون معاك الفان اي دي، لحد ما توصل لتجربه ان انت تخش وتستمتع جوه الاستاد بالفان اي دي. تمام. الحقيقه هم يعني ادوا نموذج، انه كان النموذج ده يعني قوده ورساله للعالم كله ان احنا هنطبقه، ان الرئيس الروسي بوتين زائد انفانتينو رئيس الفيفا اول ناس طلعوا الفان اي دي ولبسوه قدام الجمهور وقالوا لهم هو ده اللي هيستخدم. فاحنا النهارده في ورشه العمل اللي اقامتها الرابطه في الاتحاد كنا بنسعى لنشر الوعي والادراك باهميه الفان اي دي لعوده الجماهير المصريه للمدرجات. انا يعني احنا بنسعى ان احنا نطبق كود بيسموه بره سيفتي ستاديوم او استادات امنه او السلامه في الملاعب. الكود ده بيعتمد على ان كل حاجه في الاستاد هي عشان تامن الجماهير. تمام. لازم الجماهير لما تدخل الاستادات تبقى في وضع امن تماما. حلو قوي، حلو قوي يا دكتور، الكلمه دي جميله جدا جدا. ده مدخلنا للجماهير، ان احنا عايزين او حريصين على سلامتهم ودخولهم امنين وخروجهم كمان اكثر امنا. بالطبع حضرتك كل الكود اللي موجود في الدوري الانجليزي او في الفيفا رقم واحد بالنسبه لهم هو امان الجماهير اللي موجود في الاستاد، وتعليماتهم لكل الانظمه اللي جوه في الاستاد او حكم المباراه ان المباراه تقف في اي حاله فيها خطر وعلى سلامه الجماهير بالاستاد. تمام. احنا تمام. النهارده كل اللي احنا بنعمله او بنسعى اليه هو كيفيه سلامه وامان الجماهير بالاستادات والملاعب. تمام. والتعامل ازاي مع التجمعات بشكل حضاري. احنا عايزين نوصل، والاهلي يمكن كان ليا الحظ ان انا يعني اشتغلت معاهم فترات طويله سواء في رابطه الانديه او البيع الجماعي. انا بعتبر ان مؤسسه الاهلي هي قاطره دايما بتشد وراها الرياضه المصريه، مش الانديه، الرياضه المصريه فيما هو جديد وحديث في الاداره الرياضيه او التسويق او اداره الاحداث او او او. فكل ده احنا، انا كنت سعيد النهارده ان انا بستمع ان النادي الاهلي يعني عنده تجربه ثريه وتجربه ممتازه. ان شاء الله كل الانديه تحذو نفس الحزب. احنا يعني رايحين ان احنا نعمل حاجه بنقول عليها البرنامج الوطني لجماهير الرياضه. البرنامج الوطني لجماهير الرياضه اول عناصره ان كل جماهير الرياضه الراغبه ان هي تحضر مباريات لكره القدم على المستوى المحلي او الافريقي او الدولي هيكون معاه فان اي دي لمده عام. الفان اي دي ده لا يمنع ان النادي عنده بطاقته، ولا يمنع ان النادي هو جميل. المسؤول فعلا جميل. عن بطاقته وعن بيع تذاكره، انما ده جواز مرور لدخول المنشات جميل. الرياضيه بشكل امن. جميل، كلام جميل جدا وكلام محترم جدا وكلام احترافي كمان يا دكتور مصطفى. يعني نفسنا فعلا يتطبق وباقصى سرعه كمان عشان نشوف او نسعد بعوده الجماهير للمدرجات. يعني كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك والجهازك او الفريقك المعاون في هذا الموضوع. لكن كمان عايز اكد لك كمان على النهارده طلب المهندس خالد مرتجى عضو مجلس اداره النادي الاهلي، طلب من الجميع الدعم الكامل لرابطه الانديه المحترفه لتنال استقلالها الكامل في كل حاجه متاحه لها. ايه رايك في هذه الدعوه؟
طبعا يعني الاخ العزيز خالد مرتجى، احنا زي ما بقول لحضرتك انا كنت يعني من اللجنه اللي شكلت عام 2009، كان برئاسه الكابتن حسن حمدي، وكان عضويه الاستاذ المستشار محمود فهمي ومجموعه كبيره والاستاذ ممدوح عباس، كانت بتتكلم على فكره تاسيس رابطه الانديه وفكره ان الانديه بتحقق التضامن ما بين بعضها البعض. ويمكن انا ذكرت الكابتن الاستاذ خالد مرتجى النهارده ان في وقت من الاوقات كان النادي الاهلي بيتنازل عن جزء من حقوقه في البث التلفزيوني في سبيل البيع الجماعي وفي سبيل ان الانديه يحصل سوليداريتي بين عناصر الانديه وكل الانديه تستفيد. موضوع الرابطه خليني اقول لحضرتك ان يعني في ال5 سنين اللي فاتت حصل تطورات كبيره جدا، انما اللي موجود في لائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم اللي هو انشاء رابطه الانديه للقسم الاول، تمام، ومختص وبتختص بحاجتين: تنظيم المسابقه وبيع الحقوق بشكل جماعي. بيع الحقوق بشكل جماعي يعني النهارده كل الانديه ابتدت تبيع بشكل فردي وعملت عقود ل3 سنين او اكتر، فده محتاج ان الرابطه تستقر اكتر ويحصل تفاهمات مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم ال 18 نادي ازاي يرجعوا لصيغه البيع الجماعي اذا كان ده امكن، او النهارده يكون في نسبه من حقوق الانديه اللي هي باعت بالفعل تروح للرابطه عشان تقدر تعمل انشطه كره القدم المصريه. كل ينجح وكل يستفيد منها اكيد. يعني دكتور مصطفى، يعني سؤال لو حضرتك مش عايز تجاوب يعني اعفيك عادي جدا، يعني متفائل بنسبه كام في استقلاليه هذه الرابطه بالنسبه لاتحاد الكوره؟ طيب انا اقول لحضرتك عشان انا يعني طبعا بالاساس يعني ماسك التطوير والاستثمار في اتحاد الكوره، اكتر واحد مساند ويعني وعايز التجربه تنجح هو المهندس هاني بوري. حلو، يعني بنسبه 80 90% عشان نطمن المشاهدين. لا انا بقول لحضرتك يعني هي الناس طبعا ان الرابطه لما حصل الانتخابات كان في اخر 3 شهور في الدوري، فانت عارف لو في قطر شغال وماشي على الطريق ما تجيش في نصه وتوقفه وتقول له انا عايز اركب انا دير. دي حقيقه. فكان كان احنا السياسه بتاعتنا ان احنا جينا اخر 3 شهور في الدوري في نص الدوري ولا 70% من الدوري كان اتلعب وتقول للرابطه بقى انا عايز ادير، فقلنا لا خلي الامور ماشيه زي ما هي، افضل للمسابقه وافضل ان انت داخل في يعني في المنعطف الاخير من مباريات الدوري. انما احنا النهارده مع القرعه الجديده موجودين مع تنظيم المسابقه، الرابطه تمارس دورها قبل بدايه الموسم بشكل طبيعي. وهو ده اللي احنا كنا يعني ما كانش متاح العام الماضي ان هو يكون موجود للتاخر للانتخابات. يعني هو السؤال مش محرج ولا حاجه، انما انا بقول لك حضرتك الواقع اللي كان موجود، انما زي ما انت حضرتك شايف قدينا 2 اسبوع بنجهز للمسابقه الجديده، والانديه كل ما هتجتمع كل ما هتتضامن اكتر وكل ما هي هتفعل الرابطه اكتر، لان في الاساس هي الرابطه منتخبه من الانديه مش من اتحاد الكوره. اكيد اتحاد الكوره ما انتخبهاش يعني. اكيد اكيد. انا بحاول اطمن الجماهير من خلالك يا دكتور مصطفى، لان انا شخصيا عارف قد ايه اهميه دور رابطه الانديه المحترفين، يعني عشان كده سالت حضرتك السؤال ده. يعني في انتخابات ان شاء الله في شهر 9 اكيد ولا لسه في كلام؟ باذن الله طبعا، لان هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو اللائحه بتقول ان الرابطه دي مدتها يعني سنه وتجرى انتخاباتها يعني بعد نهايه الموسم اللي منتهي، فالرابطه بتسلم رابطه ان شاء الله لازم هتعمل انتخابات، واحنا اللي هندعو مش اتحاد الكره اللي هيدعو كمكتب تنفيذي للرابطه، واحنا منوطين بالعمل ده ان احنا هنقدم الدعوه للانديه ونتقبل الترشيحات من الانديه وينتخب مكتب تنفيذي جديد يستلم العمل من المكتب التنفيذي الحالي او يجدد الثقه في المكتب التنفيذي الحالي. يعني ده رايي في الاول والاخير للجمعيه العموميه لانديه القسم الاول هم 18 نادي. جميل جدا دكتور مصطفى عزام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق في رابطه الانديه المحترفين، واتمنى لك توفيق في ما قادم مع